بعض فصائل المعارضة المسلحة السورية تبدو واثقة بقدراتها، رغم أنها تحارب على جبهات عدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة من البلاد من جهة، والقوات النظامية العدو الأول لتلك الفصائل من جهة أخرى، ووسط الاشتباكات بين كل هذه الأطراف وتوزعها بشكل متشابك ومتغير باستمرار في معارك كر وفر. تصريحات أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة التي تعتبر قوة رئيسة في جيش الفتح الذي حقق تقدما في الشمال حول سعي جماعته للسيطرة على دمشق وحسم المعركة هناك، وإشارته إلى أن سقوط الأسد سيكون وشيكا رغم دعم جماعة حزب الله اللبنانية التي لن تجديه نفعا حسب تعبيره، تصريحات تثير بطبيعة الحال عدة استفسارات. دمشق ليست بهدف جديد للكتائب المعارضة، لكن التصريح عن أن ذاك الحسم أصبح قريبا يطرح أسئلة عن مدى أهمية الوصول إلى المدينة، رغم ما تحمله الفكرة من بديهية لكون زمام السلطة ورمزيتها ينطلق دوما من العواصم. لكن مع واقع سيطرة الكتائب المعارضة في مناطق في الشمال والشمال الغربي في حلب وإدلب، ينظر إلى منطقة الساحل السوري القريبة والتي ربما تعتبر مركز قوة النظام الفعلية ومخزن ذخيرته البشرية ومنفذا لوجستيا هاما جوا وبحرا بعيدا عن العاصمة، على أنها هدف أكثر واقعية وأهمية، ما يجعل المتابع للأحداث يقف عند طبيعة الاستراتيجية التي تنتهجها تلك الفصائل المسلحة في سوريا ومدى ثقل قواتها على الأرض، وما إذا كانت تستمد ثقتها من احتضان سكان المناطق لها في بعض المواقع، وكذلك حول الأدوات التي تعتمدها لتثبيت أقدامها وإعلانها أهدافا ميدانية وعسكرية واضحة في ظل المعطيات على الساحة الإقليمية والدولية.